تقرير لفت انتباهنا جدا، وبالذات لفت انتباه فريق الاعداد معايا على روسيا اليوم، ان الامم المتحده بتقول ان الانسان هو السبب في فيروس كورونا. تخيلوا النهارده البدايه كده، ان الانسان هو السبب، الانسان هو السبب ان هو الانبعاثات الكربونيه، الاحتباس الحراري، التغير المناخي، استخدام الكيماويات، كل ده في تقرير الامم المتحده النهارده بتقول ان احنا السبب. بمعنى ادق واوضح، ان لو ما تغيرش سلوكياتنا مع البيئه مش هنستنى، بالعكس هيجي لنا فيروسات اخرى. نتمنى من كل الناس الهدوء كده، ويشوفوا ايه السلوكيات اللي احنا بنعملها غلط مع البيئه، لكن خلينا نخرج ليوم 21 مارس هنا في قناه الاهلي، هنشوف قلنا ايه وترجعوا لنا مره ثانيه. لازم احنا كبشر عايشين في هذه الارض نبص شويه للطبيعه، ما نهريش في الطبيعه، ما نخلصش عليها. تخيلوا يعني ايه ما نخلصش عليها؟ يعني لازم نعمل مصادر اخرى. واعتقد ده بيحصل دلوقتي، مثلا العربيات اللي بتتغير لكهرباء، كل الكلام ده بيحصل دلوقتي حالا. العربيات دلوقتي كانت سولار وجاز، دلوقتي بقت كهرباء. بنحاول في تكنولوجيا بتختلف في العالم عشان نقدر نحافظ على الطبيعه، لان الطبيعه دي احنا اللي عايشين جواها، احنا اللي عايشين جوا كوكب الارض. كوكب الارض ده احنا لازم كبشر نحافظ عليه عشان نقدر نعدي بيه، ودي طبيعي جدا. يعني ناس بتقول برضو، علماء كبار بيقولوا ان الاحتباس الحراري اللي حصل وي بيؤدي الى فيروسات، بيقولوا، وكمان يومين ثلاثه هتسمعوا الكلام ده. فشيء مهم جدا ان احنا نريح الطبيعه شويه ونهدي من الطبيعه شويه عشان الطبيعه تعود مره اخرى الى سابق عصرها. زي ما شفنا قدامنا في الحلقه 21 مارس، اتكلمنا هنا في قناه الاهلي عن الاحتباس الحراري وعن الانسان ومشكلته مع البيئه. احنا اتكلمنا، احنا حابين بس نوضح حاجه مهمه. في قناه الاهلي احنا قناه رياضيه، بس لما قناه الاهلي بتخرج تتكلم في اي حاجه بره الرياضه برضه بنتكلم باسلوب علمي، باسلوب ليه هدف، علشان ندي الناس الاسباب الحقيقيه، لان اي مشكله في الحياه اكيد ليها سبب. فالسبب ده اتكلمنا عليه، لان عندنا المعيدين دوروا كويس جدا ولقوا ان هذا هو السبب الحقيقي. خلينا بس نختم المقدمه دي بحاجه مهمه جدا، بشيء مهم، بشيء ان كل مصري برضه يقدر يساعد الدوله في حاجه مهمه. الدوله كلها في سنه 2020 في بدايتها حطت سلوجان اتحضر الاخضر، وزاره البيئه حطت ده. نتمنى من كل اسره مصريه زرعه جوه البيت، زرعه جوه البيت عشان تسحب ثاني اكسيد الكربون، الانبعاثات الكربونيه اللي احنا عملناها، اللي احنا يعني سبب فيها اساسي، لان مصانع، عربيات، حاجات كتيره جدا 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 بتطلع عوادم عشان الاحتباس الحراري يقل، عشان حاجات كتيره. خلينا نساعد الدوله في كل اسره مصريه زرعه جوه البيت، في البلكونه نحطها، علشان نقدر باذن الله يعني نمشي في اطار سليم مع البيئه، عشان نساعد نفسنا ونساعد الدولة، وكمان نحافظ على البيئة المحيطة حوالينا.